معكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي، ومرحبا بكم في نهار جديد وموضوع جديد، ودائما مع عشاق القصص الواقعية وقصص الإجرام والجريمة. واليوم غادي نشوفوا قصة اختطاف أشهر مليونير في العالم وبالخصوص في هولندا. فلهذا إلا ما كنتش مشترك في القناة فأتمنى باشتراكك، وشكرا جزيلا لكم جميعا على دعمكم وتعاليقكم الحفيظة. خليونا شي تعليق محفز. كيف ما شفنا في العنوان 11 سنة سجن بسبب هينيكن. كيف كان عارفوا هينيكن هي واحد مشروب كحولي، أي حانة وأي بار وأي محل تبيع الكحوليات ضروري ما تلقى عنده هذا المشروب هينيكن. وهي شركة هولندية لمالكها فريدي هينيكن، وهكا كشفتوا في العنوان 11 سنة سجن بسبب هينيكن، يعني بسبب اختطاف هينيكن، فريدي هينيكن. وهو في يوم 9 نوفمبر من سنة 1983 كيتم اختطاف فريدي هينيكن والسائق ديالو من باب مقر الشركة على الساعة 6 مساء من طرف 3 الناس مجهولين. هاد الاشخاص اللي ولا كيف قلت، الاشخاص اللي من بعد كيطلبوا فديه ديال 35 مليون دخول اللي كتعادل 16 مليون اورو. المهم الخبر وصل حتى يعني الملكه، كانوا وقتها كيف كنعرفوا كانت الملكه بياتريكس هي الحاكمه دوله هولندا. المهم كيقول توصل الخبر حتى الملكه، ما ضجه في الحكومه، ما ضجه في الاعلام، لان خطف بحال هاد الشخصيه يعني راه عنده وزنه في العالم. شكون اللي ما كيعرفش هينيكن؟ كيف قلت اي دوله كتبيع الكحول ولا اي مكان ضروري ما تلقى فيه هينيكن. المهم بعد اخذوا رد تقرر باش تدفع الفديه اللي كيف قلت 35 مليون دخول اللي كتعادل 16 مليون اورو، ولكن الخاطفين كيشرطوا بان هاد الفيديا يجيبها رجل شرطي يكون راك في الطوموبيل، وغادي يوصلها لواحد الشاحنه غادي تكون تحت واحد القنطره يعني موجوده في طريق السياره. المهم كانت فكره عند الشرطه باش يتم تتبع الشاحنه باحدى الهليكوبترات اللي مزوده بكاميرا، يعني كاميرا مراقبه متبته على الهليكوبتر تقدر انها تشوف بعيد ما تحت الاشعه الحمراء. وداك الشيء اللي كان بقاو متبعين الشاحنه الا حتى قربت لواحد الغابه، وتماك كيوقع اهتزاز يعني في الكاميرا اللي متبته على الهليكوبتر، وتفقدوا السيطره على المراقبه. وكيف ما قلت واخا ضيعوا مراقبة الشاحنة، ولكن كيتبين بأن ثلاثة الأشخاص هما الفاعلين اللي هما يان بولارد، فرانس ماير، أنكور فنهاوت. أما المجرم الرابع اللي هو فيلم هوليدر يعني كان في واحد الدراجة. وهاد الفكرة ديال خطف هاد الشخصية يعني كانت فكرة ديال هاد الشخص الرابع اللي هو فيلم هولايدر. علاش؟ لأن الأب ديالو كان خدام داك الشركة ديال هينيكن يعني سنين إلى حتى خرج تقاعد، ولكن أدمن على شرب الكحول إلى حتى ولا مدمن على الكحول ومات. فلهذا قرر الإبن ديالو باش ينتقم بهاد الطريقة. المهم واخا كيف قلت واخا ضاعت مراقبة المال، قالت الهوية المختطفين عند الشرطة. نرجعوا شي أيام للوراء بعد أسابيع، وهو كانت الشرطة تلقات رسالة عند مجهول تبين فيها أسماء الخاطفين واسم المكان اللي هو عبارة عن مرفق لشركة بناء. ولما اشتبهت الشرطة في هذه الأسماء كيتصاب بأن عندهم سوابق ومعروف عليهم العنف واستعمال الأسلحة. وابتداء من يوم السبت 26 نوفمبر
يعني ايام معدوده والاسابيع معدوده على اختطاف المسمى فريدي هينيكن، قررت الشرطه باش تتابع هاد الاشخاص الاربعه يعني ليلا ونهار. وفي نفس اليوم حوالي 10:15 الصباح كتوقف سياره مرسيدس تتبين السائق فيها هو فرانس ماير قدام واحد ريستوران شينوا، يعني قدام واحد المطبخ صيني. وفي نفس اليوم مع 4:25 ظهرا في نفس المطعم كيبان الاخ ديال فرانس ماير خارج بوجبتين لشخصين، ومع 4:41 دقيقة مقر شركة الميناء اللي قلنا جاتهم تبليغ عليه كيتبين بأن شي حد داخل داك الوجبتين من داك الشركة. تما كان يقين عند البوليس بأن المحتجزين كاينين لداخل، ولكن خافوا يديروا شي هجوم وما يلقاوهمش ولا يعرضوا حياة الرهائن للخطر، فلهذا قرروا ما يعني ما غيدخلوش، يتبعوا غير الاحداث من بعيد يشوفوا شنو كاين. فلهذا قررت الشرطه كيف قلنا باش تدفع الجزيه، وهو عن طريق واحد الخبر في الجرائد بان العائله ديال فريدي هي كان قررت تدفع فديه 35 مليون دولار. حتى جا يوم 28 نوفمبر، هذا هو اليوم اللي تسلمت فيه الفديه للخاطفين. وكيف قلت لما كانت يعني مراقبهم الشرطة بالكاميرا اللي كتشوف ما تحت الأشعة الحمراء، وقربوا الخاطفين من واحد الغابة، تماك يعني كيف قلت وقع اهتزاز في الكاميرا، فلهذا فقدوا التتبع ديالهم. المهم ودازت يومين بعد الخاطفين ما تسلموا الفدية، ولكن ما بان خبار على الرهائن، وتما قررت الشرطة باش تدخل لذاك المكان، ولكن ما لقاو حد تما كاين الا واحد الفطنة ديال واحد الشرطي اللي يعني من برا المبنى كيبان طويل، ولكن لداخل من تيدخل يقلبو داك الشيء قصير ما تيلقاو. ومن بعد البحث الدقيق كتبين واحد باب سرية لواحد الغرفة اللي مجهزة مكتم الصوت، يعني ما كتدخل ما كتخرج الصوت. تما كتلقاو المليونير فريدي هينيكن والسائق ديالو يعني مكتفين بالسلاسل، يعني واحد الغرفة ما فيها ما يتشاف بالنسبة للمليونير بحال فريدي هينيكن. المهم كيتم تحريرهم. اما الخاطفين كيف قلت فالاسماء ديالهم بقات عند الشرطه، لان كيف قلت يعني داك البلاغ اللي جاهم بنفس المكان اللي لقاو فيه المخطوفين، يعني حتى الاسماء حقيقيه. المهم كيتم بعد المهم بعد تحرير هينيكن والسائق ديالو، وكيف قلت الشرطة تعرفت على أسماء الخاطفين فقررت القبض عليهم. القات القبض على جوج منهم اللي هما فرانس ماير ويان بولات،
اما كورفن هاوت و فيلم هوليدر فهما هربوا لفرنسا وفي يعني في بداية سنة 1984 كيتم القبض عليهم وكيرجعوهم لهولندا. اما الفيديا مع مداهمة الشرطة للمنازل فلقات تقريبا 8 مليون دخول، ولا عقلت على الغابة اللي دخلوا لها الخاطفين بعد ما كانت تبع الهليكوبتر مشاو لها وقع فيها بحث تلقاو فيها 4 البراميل اللي كيحتويو على 19 مليون دخول دفونا في داك البراميل في الارض. اما فيلم هولايدر وكورفن هاوت كيف قلت من بعد ما هربوا لفرنسا يعني اشهر من بعد عمليه الاختطاف وبدايه سنه 1984 كيتلقى عليهم القبض وكيتسلموا لهولندا. المهم تتحكم على الخاطفين ب 11 سنه سجن، ولكن كيدوزوا غير ثلث المده. وكيف قلنا بعد ما اعترض الشرطه على 8 مليون في المنازل زائد 19 مليون في الغابه يعني هي 27 مليون من 35 مليون. فين مشات 8 مليون البقيه؟ وهذا هو اللي غادي نعرفوه في الحلقه القادمه ان شاء الله، منين غيخرجوا من السجن اش غيوقع بينهم واش غيديروا هذوك الفلوس. وحتى الحلقه القادمه ان شاء الله كيف قلنا تتم ديال هذه القصه، ولكن تتم ماشي ديال المليونير اللي تخطف، ولكن تتم ديال المجرم المحبوب في هولندا اللي هو فيلم هولايدر. استودعكم الله، والسلام عليكم حتى الحلقه القادمه.